من خلال استثمار مليارات الدولارات في برامج بنية تحتية طموحة ومشروعات استصلاح الصحراء. ومع ذلك هناك بالفعل تجربة رائدة في مصر قام بها عالم مصري عبقري، والذي تمكن على مدار 40 عام الماضية من تحويل الصحراء إلى جنة خضراء عن طريق إنشاء واحدة من أكبر المزارع العضوية في الشرق الأوسط. إبراهيم أبو العيش عالم الكيمياء التطبيقية الذي ترك حياته المهنية الناجحة في شركة صيدلة أوروبية ليتبع حلمه ويجعل الصحراء تزدهر، وصنع تغييرا إيجابي في مصر، ومؤسس مجموعة شركات سيكيم للزراعات الحيوية التي تعتبر مثالا حيا على كيفية تحويل الرمال القاحلة إلى واحة زراعية، حيث توظف أكثر من 4000 شخص. وتعد الشركة أكثر من مجرد عمل تجاري، بل تعتبر مجتمعا، حيث قدمت مستشفيات ورعاية